احنا في التابلو بيبقى عندنا الوان، حاجات بتنور احمر، حاجات بتنور اصفر وغيرها. ايه اللون اللي عنده اتوقف تماما؟ ايه اللون اللي اقدر امشي حالي لغايه ما اوصل لمركز الصيانه؟ ماشي، احنا هنعملها زي الاشاره كده، احمر اصفر اخضر. الاحمر ده وقوف تام، ودي بتبقى حاجات معينه زي لمبه الزيت او لمبه الحراره، دول تمام. اكتر حاجتين بيخوفوه. وفي لمبه ثالثه هي فيها شويه قلق شويه، يعني ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، والعربيه بتبقى ماشيه ساعتها. لمبه البطاريه، لما يظهرك لمبه بطاريه على الطريق احتمال كبير العربيه بعد نص ساعه تفصل خالص، فتاخد بالك ان اول ما لمبه البطاريه تظهر ما توقفش بقى، تروح على عند حد بتاع بطاريه او تقف في مكان امن، لان احتمال في اي وقت تعطل. تمام كده، دول اللمبه الحمراء اللي نقلق منهم. اللمبه اللي هي بقى الصفراء، اللي هي التشيك انجن، اللي هي بتبقى على شكل موتور كده، دي اي لمبه صفراء عامه بتقول لنا ان احنا نتوجه لفني او مركز صيانه، بتقول ان في حاجه في العربيه بس هي مش عارفه ايه هي، ممكن حساس فصل، ممكن حاجه في العربيه، بس هي ما تقلقش. بس لمبه الانجن بالذات كتير بتنور وتطفي لوحدها من غير ما، يعني على ما نروح المكان بتكون هي طفت لوحدها وخلاص. صح، ممكن يبقى ده مشكله في علبه البيئه عايزه تتغير مثلا او حاجه فبتعلق، ممكن الحساس نفسه بيعلق، يعني ما فيش مشكله، بس نروح للفني يحط العربيه على الكمبيوتر هنطمن من بعدها. طيب. اما ما ينفعش يعني نهملها نعتمد على انها هتقفل لوحدها. لا، تقفل لوحدها اكيد في حاجه تحصل، فلازم نروح برضو ونطمن. اللمبه بقى الخطره دي عادي مفيش اي مشكله، ممكن لمبه نور اخضر، ممكن لمبه الايكو اللي هو بتاع توفير البنزين، دي كلها ما فيهاش مشكله. احنا كنا عايزين نكمل بس حاجات الشبوره، لو احنا بقى دخلنا فيها، لو احنا دخلنا في الشبوره اهم حاجه ان يبقى في مسافه امنه ما بيننا وبين العربيه اللي قدامنا، ونعمل عربيه دليل. بمعنى ايه دليل؟ العربيه مثلا اللي قدام حضرتك بتبقى فيها كشافات، صح كده؟ طب لو الكشافات دي قربت يبقى انت في خطر، يعني نور العربيه اللي قدامك معنى انها بتقرب، معنى ان انت خلاص هتدخلي فيها، لان الشبوره اللي سائل في الشبوره قبل كده ما بيبقاش شايف حاجه خالص غير اضاءه خفيفه كده. صحيح. فنور العربيه اللي قدامي ده بيبقى دليلي، يعني انا ببقى ماشي عليه. في نفس الوقت في غلطه ناس كتير بتعملها في مصر، ويعني اكترتها في يعني في مصر، اللي بيشغلوا الانتظار مع الشبوره. فبيدوش اللي وراه. صح. ايه ده انا بعمل كده، ايه المشكله؟ ما هي المشكله بقى هنا ان اللي وراكي فاكر ان انت واقفه، فبيبتدي يتخطاكي، فهو وانت مش واقفه، فالانتظار بيشتغل في الشبوره فقط في الوقوف، يعني على اليمين اقصى اليمين، فبنشغل